احتفال الصين بالقاهرة لياو ليتشونغ أن منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي عقد في مطلع الشهر الجاري في بكين أصبح بمثابة منصة لتعزيز ودفع التعاون بين الصين وإفريقيا. كما أكد السفير الصيني أن بلاده ستعمل مع إفريقيا للالتزام بشعار المنتدى وهو العمل معا لدفع وتحديث التعاون في بناء المجتمع الصيني الإفريقي رفيع المستوى لمستقبل مشترك. تأكيدا على أهم ما جاء بإعلان بكين الصادر عن قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي فوكاك 2024 والذي استضافته العاصمة الصينية بكين مطلع الشهر الجاري، عقدت السفارة الصينية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على أهم مخرجات المنتدى، والتي أشار السفير الصيني لياو ليتشيانغ خلالها إلى أن القمة رسمت الخطوط العريضة للعلاقات الصينية الإفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة. تكمن أسس الصداقة الصينية الأفريقية في متانة العلاقات الثنائية بين الصين وكل الدول الأفريقية، وقد اقترح الرئيس الصيني خلال فعاليات المنتدى رفع مستوى العلاقة مع الدول الأفريقية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، واعتمدنا مع الجانب الأفريقي إعلان بكين والبيان المشترك بين الصين وأفريقيا بشأن تعميق التعاون في إطار مبادرة التنمية العالمية، والصين على استعداد لتنفيذ أعمال الشراكة العشرة من أجل التحديث في السنوات الثلاثة المقبلة. كما أكد السفير الصيني إلى أن ما وصلت إليه العلاقات بين مصر والصين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من شراكة استراتيجية شاملة أصبحت نموذجا تسعى الصين لتطبيقه مع كافة الدول الإفريقية. تلتزم الصين بمفهوم الشفافية والصداقة والفهم الصحيح للمسؤولية الأخلاقية والمصلحة، وتعمل مع مصر وغيرها من الدول الأفريقية على تنفيذ نتائج هذه القمة بما يعود بالخير على الصين ومصر والشعوب الأفريقية. نائب وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية السفير محمد أبو الوفا أكد خلال كلمته على دعم مصر لتفعيل مخرجات إعلان بكين كونه يتضمن الرؤى والخطط المشتركة لتعزيز التعاون الصيني الإفريقي في مجالات عدة. وتؤكد مصر في هذا الإطار دعمها الكامل لتفعيل مخرجات الفوكاك، لا سيما إعلان بكين وخطة عمل بكين للفترة من 2025 إلى 2027، كونهما يتضمنان الرؤى والخطط المشتركة لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي في عدة مجالات لعل أبرزها الحداثة والحوكمة والحد من الفقر ودعم التصنيع والطاقة والتجارة وتسريع والتحديث الزراعي والصناعي في إفريقيا. وأوضح السفير الصيني في نهاية المؤتمر أن المنتدى يعد أول آلية منتظمة تقيمها الصين مع دول قارة مجتمعة ليصبح منصة مهمة وآلية فعالة لتعزيز الحوار الجماعي للتعاون مع دول الجنوب العالمي. علاقات متنامية وشراكة ممتدة بين الصين وإفريقيا، فأصبح منتدى التعاون الصيني الإفريقي حدثا رئيسيا في الساحة العالمية بهدف تعزيز التعاون والتوافق والمنفعة المتبادلة وتقاسم فرص التنمية بين الصين ودول الجنوب العالمية بما يضمن مستقبلا أفضلا للجميع. أحمد سعد الدين، النيل للأخبار. 11 في القاهرة، موعد موجز لأهم الأنباء مع